استنى، كم واحد شغال عندك لو سمحت؟ حوالي 20 يا فندم. طب مرتباتهم كم، من كم لكم يعني؟ فندم احنا عملنا اعلان بالفعل وجبنا من 4 إلى 6 يا فندم، وفي عندنا بيوصل ل7 و8 و9 و10 يا فندم. 10,000؟ ايوه يا فندم. انا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، ده بنسميه المهندس تصميمات. و اتفضل يا فندم. طيب انا بسال السؤال ده مش عشانك انت ومش عشان ده كل ما العامل اتفضل يا احمد. يا فندم احنا بنشتغل بطريقه واقعيه يا فندم. الفني لما بيبقى عنده خبره اكتر، المهندس لما بيبقى عنده خبره اكتر بيزيد في المرتب. ويا فندم احنا في الشغل عندنا بنديله نسبه على الانتاج كمان يا فندم، كل ما يشتغل كل ما ربنا يرزقه اكتر يا فندم. طب اتكلم انا ويا فندم. ابشرك يا فندم برضو بحاجه كويسه، ان احنا ال 500 ماكينه احنا اتفقنا مع الشركه المورده للمكن عندنا ان هم يجي يصنعوا ال 500 ماكينه هنا، ويبقى بالفعل الماكينه والمنتج صنع في مصر بكل فخر. ده اللي احنا بنحلم بيه يا فندم وهننفذه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله بالتوفيق، والف مبروك على المصنع الصغير والمصنع الكبير ان شاء الله. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما بسال على ارقام عدد اللي بيشتغل او كم بيقبض، ببقى عايز الفت النظر للناس ان قد ايه المجمع ده، الدكتور مصطفى والاحمد وزير التجاره، قد ايه لو احنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبداوا ويشتغلوا كده، احنا هنساهم مساهمه كبيره جدا. اولا بان يطلع منتج الناس تستفيد منه، لان الكلام اللي معمول ده اكيد اهالي الصعيد واهالي سوهاج هيستفيدوا من المنتج ده لاولادهم اللي في المدارس، وقال اي حد هيلبس الحاجه ديت وبسعر معقول، غير لو احنا استوردناه من بره او جبناه حتى من القاهره لهنا، يبقى ده بينتج لصالح المنطقه او يعني محافظه سوهاج والمحافظات اللي جنبه. لكن شوفوا النهارده الكلام اللي بيتقال ايه، كل ما بيشتغل ويبقى ماهر كل ما ياخد اكتر، كل ما يشتغل ويبقى ماهر ياخد اكتر. فانا يعني بسال المرتبات عشان كده، عشان اولا اطمن ان الرقم ده رقم معقول، والصناعه دايما مرتباتها اكتر من اي حاجه تانيه. يعني دي كمان حاجات تكنولوجيا محدوده، تصوروا لو احنا بنشتغل في تكنولوجيات متقدمه، والناس اللي واقفه على المكن ده عفوا بتعمل حاجات متقدمه اكتر. كل اللي هطلبه منك، وده محتاج ان احنا كدوله نساهم معاك نساعد معاك فيه، ان موضوع البحوث وجوده الانتاج نساعد المصانع ديت ايضا على ان هم اذا كانوا محتاجين تدريب نساهم في التدريب ده، او نوفره خبرات نوفرها عشان المنتج بتاعك يبقى منتج منافس وبيحقق المواصفات العالمية اللي هي بيتم انتاجها في احسن واكثر الدول تقدما يعني. طب اقدر اسالك ارباحك الشهرية كم تقريبا؟ احنا فندم احنا عاملين دراسة جدوى لاي مصنع بيتكون من ده، بيتراوح من 23% من نسبة المبيعات لحد 30% او 35%، وده بالفعل يا فندم كلام على ارض الواقع، مش بنقول ارقام بس. انا ما سمعتش الرقم كام يا احمد؟ من
ارباح من 23% يا فندم الى 35%. يعني كام يا احمد؟ من نسبة المبيعات يا فندم. برضو ماليش دعوة يا احمد. يعني يا فندم انت لو بعت ب 100 انت لو بعت ب 100,000 يا فندم نكسب 20,000 ل 30,000 بعد كل مصاريفك. تضحك. هبعت لك الدكتور معيد. أيوة على طول. والدراسه موجوده يا فندم. ربنا يوفقكم ويا رب تبقى بقد كده 10 مرات و100 مره انت وكل اللي بيشتغل. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله هوصيك على حاجه ان شاء الله يا فندم بدعمك للصناعه. فعلا يا فندم الصناعه زي الزراعه. طبعا طبعا. هقول لك على حاجه، خلي بالك من صحه الناس اللي عندك عشان يعني الطب الصناعي، عشان اللي بيقف كتير واللي بيشتغل بطريقه معينه كتير يبقى اثار ده تتلافى بالرياضه. تتلافى بالايه؟ بالرياضه. يعني الوزن الزياده رياضة. يا احمد الوزن الزياده ما ينفعش. فاهم يا احمد؟ طب متشكر. انا بضحك معاك والله. متشكر يا فندم. متشكر.